بقاء وأنواعه. أنواعه كثيرة تقارب 353 نوعا، وهو يأكل الجوز والحبوب والثمار وخاصة التين البري. يعيش في الغابات وينتقل بين أعالي الأشجار. من أنواعه ما هو شديد الذكاء، قادر على تقليد الأصوات وحتى بعض الكلمات البشرية البسيطة. ويبلغ طول أقصر الببغاوات 10 سنتيمتر وأكبرها 100 سنتيمتر. وطيور الببغاء عموما طيور غير مهاجرة، تبني أعشاشها في ثقوب الأشجار، وبيضها أبيض اللون مستدير خالي من الشوائب أو الألوان. وتضع الأنثى عددا من البيض يتراوح ما بين 2 إلى 4 بيضات، وتحضن البيض لمدة 30 يوما أو 5 أسابيع. تقوم الأنثى خلالها بالركوض على البيض، بينما يقوم الذكر بإطعامها خلال هذه الفترة. ويوجد أنواع أخرى من الببغاءات صغيرة الحجم، ممكن أن تبيض 8 بيضات. وتبقى الأفراخ، أفراخ الماكاو الكبيرة الحجم، في العش مدة تتراوح من 10 أسابيع إلى 12 أسبوعا. وقد يعيش الببغاء لفترات طويلة تصل إلى سنوات. وفترة التكاثر عند أنثى الببغاء يكون في الفترة ما بين الربيع والخريف، بحيث لا ينفصل الزوجان بعضهما عن بعض مدى الحياة، ولا يتزوج أي منهما مرة أخرى. وهناك أنواع من الببغاءات يصل سعرها إلى 1500 دولار، ومنها من تخرج له أوراق رسمية كشهادة ولادة وغيرها. ومن هذه الببغاوات ببغاء مكاوي. والآن سوف أذكر لكم أشهر الأنواع المتحدثة بطلاقة، ومنها الببغاء الرمادي الإفريقي، وببغاء الأمازون، ببغاء البادجي، ببغاء كويكر، والببغاء الهندي. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. لا تنسونا باللايك وعمل اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. دمتم برعاية الله وحفظه. Thank you.